يعني أن يوفقنا ويثبت أقدامنا إن شاء الله في هذا الخير والمحبة والأخوة إن شاء الله، ويجعلها إن شاء الله دائما لله خالصة. ولا تنسونا، ولا تنسوا أنفسكم حتى لا تنسوا، ولا تنسوا أهالينا وأخواتنا وبدأت كل الغائبين علينا إن شاء الله، وكان حاضرين وكان محضر وكان الغائبين إن شاء الله، ربي دائم معنا في القلوب وفي كل يقين إن شاء الله، وربي المرضى ربيهم إن شاء الله، وربي المطلبة تعالى ربي نجحهم إن شاء الله، وربي فرحنا بهم وفي الأزواج إن شاء الله، ربي زكاة